وتوالت الهزائم على طالوت وجيوشه وبنيه، وفر من فر وبقي من بقي، وبدأ انهيار دولة بني إسرائيل بعد أن تركهم داود. ماذا جرى لك يا طالوت؟ داود، إنه داود. ذهب عني، وذهب معه الفتح والنصر المبين. كان بركة وسندا، كان درعا وسيفا. داود، داود. مولاي، أنباء غير سرت إلي. تكلم، تكلم يا وزير. جيوش كثيرة طمعت في بني إسرائيل تريد قتاله. وما الجديد؟ فبعد أن تركنا داود طمعت فينا الذئاب والسباع وحاصرونا من كل اتجاه. هل لديك حل يا وزير؟ تكلم يا رجل، هل لديك حل؟ حالة الجيش في انهيار مستمر، والجنود تنضم إلى داود يا مولاي. إذن فانتظر الموت يا أخبى وزير، انتظر الموت. ماذا جرى لك يا طالوت؟ داود، إنه داود. ومات طالوت حزينا بعد أن ندم على ما فعله بداود. بعد موت الملك طالوت، وقد صعد داود إلى مدينة حبرون